بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم لطفي على قناتكم بابي استيلو. هنشرح النهاردة درس تأنيث الاسم لو فيمينا دي نو. الأول نعرف يعني ايه اسم. لو نو ديزيني ان اتر انيمي بيرسون انيمو او ان انيمي اون ايدي ان سونتيمو ان ايفونمو il varie généralement en genre et en nombre. فالاسم بالنسبة لي ممكن يبقى اسم كائن حي زي شخص أو حيوان، ممكن يبقى كائن غير حي يعني تبقى فكرة إني دي أو شعور أو حدث، وبيتنوع من حيث النوع والعدد، يعني بيبقى سانجولي ماسكولا، سانجولي فيمينا، بلوريال ماسكولا، بلوريال فيمينا، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. القاعدة العامة اللي بحول بيها الاسم من مذكر لمؤنث ان انا بضيف او في نهاية الاسم، زي مثلا كلمة انمبلوي هنحط لها او تبقى انمبلوي تبقى انمبلوي، انيتيديون تبقى انيتيديونت، وامثلة على نفس القاعدة ان انا بزود حرف الاو للتحويل للمؤنث، انامي، انفوازان، ان بروفيسور، ان كليون، ان افوكا، هنزود لها او تبقى مؤنث. الحالة الثانية، في أسماء بتنتهي أساسا بحرف الأو في المذكر زي أني ليف، أن كامراد، أن أرتيست، أن جورناليست، فبتخليها زي ما هي في المؤنث. كل اللي بيتغير الأداة، كل اللي بيتغير الأداة، بدل أني ليف تبقى أوني ليف. عندي في أسماء ما بتتغيرش في المذكر أو المؤنث مع إن ما فيهاش أو في الآخر، زي كلمة ميتسا، أم ميتسا، أم ميتسا، أم مانيكا، أم مانيكا. الحالة الثانية إضافة حرف الأو برضو، بس نخلي بالنا دي مع الأسماء اللي بتنتهي بأو إر، وفي حاجة كده إضافية بتتعمل هي إضافة أكسون جراف على حرف الأو اللي قبل الإر، يعني إذا انتهى الاسم بحرف أو إر زي أني كولي هنضيف لها أو عشان تبقى مؤنث، ونضيف أكسون جراف على الأو اللي قبل الإر، أني كولي، إني كولي، أنفيرمي، هتبقى une infirmière، un infirmier، ممرض، une infirmière، un boulanger، une boulangère. الحالة اللي بعدها إذا انتهى الاسم بـ OUR أو OUX، التحويل زي ما احنا شايفين الـ OUR بتبقى OUSE والـ OUX بتتحول لـ OUSE، زي un époux تبقى une épouse، un danseur، une danseuse، un vendeur، une vendeuse، un chanteur، une chanteuse، un joueur، une joueuse. نيجي للحالة اللي بعدها إذا انتهى الاسم بـ E E N أو E O N بنضيف عليها N E زي un lion، une lionne، un gardien، une gardienne. طيب إذا انتهى بـ T E U R كلمة تير، ودي في أغلب الشخصيات المهن، هتتحول لـ تي ار اي سي او، الـ او يو ار في أغلب المهن، لكن تي او يو ار برضه بعض المهن زي أكتر، إن أن أكتر تبقى إن أكتريس، تتحول لـ تي ار اي سي او، أن أكتر، إن أكتريس، أن ديركتور، إن ديركتريس، أن أنسبكتور تبقى إن أنسبكتريس، un présentateur، une présentatrice، طبعا ما عدا كلمة chanteur، chanteur اللي هو مطرب، un chanteur هتبقى chanteuse. اخر حاجة بعض الاسماء بتتغير خالص، بتتغير خالص في المؤنث زي un mari، un homme سواء كانت رجل او زوج نفس المعنى، هتتحول ل une femme، un oncle، une tante، un père، une mère، un frère، une sœur، un roi، une reine، un garçon أو un fils تبقى une fille، un copain، une copine، un docteur، une doctoresse، monsieur، madame. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.